السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جاب لكم تحميل افضل تطبيق لعمل خدعه او لصنع خدعه سحريه سينمائيه. طبعا الحلو في هذا التطبيق انه مجانا بدون ما تشتري اي فيلم، تقدر تصنع بصورتك الشخصي فيلم سينمائي جدا احترافي. فانا راح انا صنعت مجموعه من افلام سينمائيه، فطبعا التطبيق فيها كثير افلام سينمائيه تقدر تصنع، بس انا اخترت البعض منها اللي يكون اللي اسهل منها، يعني سويت مجموعه منها، اخترت مجموعه فراح بستعرض لكم. فاذا عجبك هذا المقاطع اللي تريد تصنع مثل هذا المقاطع فتابع الشرح حتى تصنع مثل هذا المقاطع. فيلا نبدا بالافلام السينمائيه اللي صنعتها من هذا التطبيق. فنفس ما شفتوا هذا هو الافلام السينمائيه. الحين اول شيء طريقه تحميل التطبيق جدا سهل، افتح الوصف بتحصل رابط تحميل التطبيق. بعد ما تحمل التطبيق افتح الوصف، بعد ما تدخل على رابط بيوديك لصفحات اعلانيه، تتخطى الاعلانات وبيفتح لك موقع تحميل التطبيق وتحمل وتثبت التطبيق بالطريقه العاديه. بعد التحميل والتثبيت ناس بيشوفون هذا هو التطبيق. الحين نفتح التطبيق حتى اشرح لكم. اول ما تفتح التطبيق هذا واجهه التطبيق، اوكي. ناس بيشوفون هذا كل الفيديوهات اللي بتحصلها، يعني مثلا تبي تصنع مثل اي فيديو عندك في افلام كثيرة يا شباب، افلام سينمائية، افلام خدعة سحرية سينمائية. اختار المجموعة كبيرة، اختار الفيلم اللي تريد تصنع، مثلا تبي تصنع مثل هذا اضغط عليه فيعطيك فيديو اللي تريد تصنع نفس هذا، يعني تقدر تصنع مثل هذا، شوفوا تقدر تصنع مثل هذا، فخدعة سحرية سينمائية. اختار الفيديو، بعد ما تختار اضغط على هذا الزر، اوكي هذا الزر. بعد ما تضغط على الزر بيعطيك بيفتح لك الكاميرا، اوكي الناس يشوفون، بيفتح لك افقي، في منها عمودي تصور وفي منها افقي، اوكي. بالضغط على هذا الخيار تبدل الكاميرا الاماميه والخلفيه، انت تختار الكاميرا الاماميه والخلفيه وتبدا تضغط على هذا الزر وتسوي حركات، اوكي، يعني كانك انت تسوي خدعه سحريه سينمائيه، يعني انت تضغط على هذا وتصور نفسك وانت تسحب مثلا تسحب الطياره واشياء دي، نفس الشيء يعني تسوي نفس الكاميرا، هو يكتب لك هنا شو تسوي، يحدد لك يعني شو الخطوه الاول شو تسوي والخطوه الثانيه شو تسوي والخطوه الثالثه شو تسوي، بس تضغط على التصوير وانت تصور نفسك وتسوي فيلم سينمائي وبس. هذا هو التطبيق، جدا رهيب. نفس ما شفتوا انا سويت افلام كثيره من هذا التطبيق، طبعا كثير افلام يا شباب، يعني افلام كثيره يا شباب، شوفوا افلام كثيره انواع واشكال، شوفوا كل شيء. يعني انا صنعت مثل هذا عشان بس تضغط على الفيديو تشوف الفيديو، مثلا هذا تشوف الفيديو، في بعض منها يكون $1 اما في كثير منها مجانا. فطبعا في منها لازم تتخطى اعلان حتى تشوف، حتى يعني تتخطى الاعلان فيديو حتى يجيب لك الفيديو تسوي مثله. وبس هذا هو التطبيق، ما اريد اطول في الفيديو، هذا هو الشرح. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. مع السلامه.